تنطلق غدا مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، لقاءان في الخامسة مساء. المباراة الأولى تجمع بين بيراميدز والبنك الأهلي. في الجولة الأولى تعادل بيراميدز مع بتروجيت ثم فاز على إنبي. أما البنك الأهلي فبعد خسارته الأولى أمام الزمالك تعادل في الجولة الثانية مع فاركو، وفي اللقاء الثاني يلتقي فاركو مع إنبي. في الجولة الأولى خسر فاركو على يد الاتحاد السكندري ثم تعادل مع البنك الأهلي، أما إنبي فتعادل مع مودرن سبورت ثم خسر على يد بيراميدز. تستكمل المباريات يوم السبت بثلاثة لقاءات. يلتقي طلائع الجيش مع سموحة. الطلائع تلقى الخسارة أمام المصري ثم فاز على غزل المحلة، أما سموحة ففاز على حرس الحدود ثم خسر على يد الزمالك. اللقاء الثاني سيجمع بين الجونة وغزل المحلة. الجونة تعادل مع زد ثم المصري، وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يسجل ولم يستقبل أي أهداف. أما غزل المحلة فتعادل مع الإسماعيلي ثم خسر أمام طلائع الجيش. اللقاء الثالث سيكون قمة الجولة وسيجمع بين الزمالك والمصري. نجح الزمالك في تحقيق انتصارين في بداية الدوري، فاز على البنك الأهلي ثم سموحة. أما المصري فقد فاز على طلائع الجيش ثم تعادل مع الجونة. وتختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري يوم الأحد بثلاثة لقاءات. يلتقي أولا الإسماعيلي مع بتروجيت، ثم يلتقي مودرن سبورت مع زد، وأخيرا يلتقي حرس الحدود مع سيراميكا، ليكون ختام مباريات الجولة الثالثة في موسم استثنائي. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. بينورنا النهاردة كابتن صابر زكي المحلل الرياضي، وطبعا زي ما قلت حضراتكم هو أخو كابتن عمرو زكي البلدوزر، أفضل مهاجم في مصر وفي نادي الزمالك، وعرفته طبعا الكرة المصرية كلها. منور الدنيا كابتن صابر. ربنا يخليك يا أستاذ زمان، أنت منورة، وبرنامج أخبارنا دايما حاجة جميلة كلنا بنتابعه. شكرا حضرتك. ومبسوط موجود في بيتنا في قناتنا قناة الزمالك. طبعا أنا في البداية طبعا حابة، إحنا آخر مرة كنت حضرتك منورنا وسألتك على كابتن عمرو زكي، حضرتك قلت لي ان هو كان مسافر بره. يعني هسيب حضرتك الكلام دلوقتي انك تطمننا طبعا وتطمن كل جماهير نادي الزمالك عليه. هو بالفعل الفتره الاخيره تقريبا من شهر 12 اللي فات عمرو كان بره مصر، زي ما ذكرت مع حضرتك الحلقه اللي فاتت اخر مره كنت موجود، ان عمرو كان بره مصر كان بيعمل 3 عمليات في رجلي في ركبته، والحمد لله تمت بنجاح، وبعد كده دخل مرحله التأهيل. وهو حاليا رجع مصر، موجود بقاله تقريبا شهر او شهر وشويه، وفي مرحله او في فتره نقاهه حاليا دلوقتي او استشفاء، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه عمرو هيكون متواجد. يا ريت. بطمن الناس عليه، الحمد لله عمرو متواجد وافضل بكتير جدا من الفترات اللي كانت قبل كده، وكل ما يصار من ان حالته النفسيه او كلام من ده، كل ده طبعا اجتهاد. وإن شاء الله هو مكانته موجودة في وسط أبناء أو وسط زمايله من جيله، صح، يكون متواجد معهم في أقرب فرصة إن شاء الله. لكن عمرو الحمد لله بخير وأموره تمام. كنا بصراحة محتاجين نطمن عليه، وكل الناس كانت حابة تطمن عليه، خاصة بعد كلام ميدو عليه إنه المفروض يكون موجود وإنه المفروض يكون قاعد معاهم، فالناس متشوقة فعلا تعرف أخباره وأحواله، لأنه جماهير نادي الزمالك أنت عارف يعني، ونجوم نادي الزمالك كلهم مرتبطين بالنجم عمرو زكي، وما بينسوش طبعا يعني اولاد نادي الزمالك ابدا. صراحه ولا عمرو بينسى نادي الزمالك ولا بينسى جماهير اللي بيعشقهم جماهير نادي الزمالك، ودائم الكلام عليهم باستمرار. وطبعا مشكور طبعا كابتن ميدو وكابتن عماد متعب في كلامهم عليه، وطبعا زميلهم وزميل ملاعب وسنين من صغرهم، زي ما كابتن عماد متعب قال ان من هم 16 سنه موجودين مع بعض، دي حقيقه مع كابتن حسن شحاته، او حتى كمان هم كانوا 15 سنه مش 16 سنه، وكانت من اجمل فترات والجيل الذهبي. فان شاء الله يكون مكانته الطبيعيه، يرجع في وسط زمايله وفي وسط النجوم الكبيره دي، لانه طبعا خلينا ما نختلفش ان هو نجم برضو كبير طبعًا. نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر طبعًا. فان شاء الله يكون موجود في مكانته الطبيعيه في الفترات اللي جايه، وان شاء الله ده اكيد يعني ان شاء الله يا رب. بس هيبقى محلل ولا هتبقى ميوله ايه اكتر؟ بص، هو عمرو يعني يميل للتحليل، هيكون التحليل ان شاء الله هيكون متواجد فيها باذن الله. يبقى يعني بص كل القنوات هتتهافت وتتلافت على كابتن عمرو زكي، وزي ما تالق في الملاعب يعني هننتظر طبعا تالقه ان شاء الله في التحليل، وطبعا هيكسر الدنيا، وطبعا نتمنى عودته يا رب ان شاء الله. عايزه اروح معاك نبدا من المنتخب، ورايك كيف مباراه بوتسوانا مواجهه بوتسوانا الاخيره، والحمد لله ضمان الصعود. أول الحمد لله احنا ضامنين الصعود من قبل بوتسوانا ومن قبل مباراة كاب فيردي، احنا ضامنين اول مجموعه.
ولكن طبعا انا شايف ان المكاسب مش كبيره. وخلينا نقول ملخصا، عدم وجود محمد صلاح ما بيخليش منتخب مصر يكسب، لان منتخب مصر في المباراتين سواء اللي كانت بره كاب فيردي او مباراه بوتسوانا، خلينا هنقول برضو ان بوتسوانا كنا الى حد ما مكتملين الصفوف عكس مباراه كاب فيردي اللي كان فيها التجارب كانت كتيره جدا، الا ان حال المباراتين زي بعضه هو التعادل. التعادل الذي لا يليق بمنتخب مصر. اخذنا المطلوب الا هو الصعود، لكن خلينا نتكلم بصراحه، احنا كان في غياب مجموعه في المباراه الاولى الاساسيه، لكن مش في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه نعتبر من العناصر الاساسيه هو محمد صلاح ومحمد الشناوي لتصفيه الانذارات بتاعته. فانا شايف ان محمد صلاح بيؤثر، وزيزو للاصابه، وزيزو طبعا كابتن زيزو للاصابه، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع لفريقه. طبعا ده كله يعني شايف ان الموضوع كان محسوم من بدري، والمباراتين غير مؤثرين بالمره، ولكن واحد طبعا حزين على عدم صعود منتخب موريتانيا منتخب العربيه، عشان كنا نكمل 7 منتخبات عربيه لاول مره في كاس الامم الافريقيه، ولكن هي الكوره ما بتعترفش غير بالجهد. هل ده اثر في الدوافع؟ في يعني لو ضمان التاهل، انت ضمنت التاهل فاثر بقى في دوافعك في المباراه. بص هقولك على حاجه، هو طبيعي اثر في الدوافع بدليل التشكيل اللي بنلعب بيه كل المباراه. لو انا محتاج المباراه وانا ما ضمنتش التاهل من بدري، هيكون هو ده التشكيل اللي يلعب؟ ما اعتقدش. هل هجرب بالشكل ده؟ لا ما اعتقدش. يعني اكيد اثر في الدوافع، اكيد طبعا اثر في الدوافع. بدليل ان انا اصلا ما جبتش محمد صلاح، انا ريحت عمر مرموش وريحت العناصر الاساسيه كلها في المباراه الاولى اللي هي كاب فيردي، ما سافروش معانا. لكن لو احنا مش ضامنين التاهل، المنتخب هيروح كامل الصفوف وهيبقى الوضع مختلف. وطبعا مدي اريحيه للكابتن حسام حسن مدير فني المنتخب مصر انه يجرب ويشوف الانسب، او يشوف لعيبه ويتم الدفع بعدد 6 أو 7 لعيبه من لعيب المنتخب الاولمبي خلاص. فطبعا ده كان مديله اريحيه واثر على الدوافع طبعا، ضمان التاهل من بدري. مشاركه لعيبه من عدمها ممكن برضو من الحاجات اللي اثرت على النتيجه. ما انا زي ما بقول لحضرتك، هو عدم اعطاء المباراه الاهتمام القوي والاهتمام بتجربه اللاعبين عن ان هو يحقق المكسب، ده طبعا اثر على حتى على شكل الاداء في الملعب. شكل ده هو ده شكل اداء منتخب مصر. خلينا نضيف عليهم كمان عدم وجود الجماهير. طبعا، بس برضو عدم وجود الجماهير، يعني انا بلاقي الجماهير بتبقى موجوده وبتبقى حاضره في بالذات مع المنتخب في المباريات المصيريه، حتى لو بطوله وديه وده نهائي هتلاقي الاستاد مليان. لازم البطوله تبقى مصيريه، بتلاقي طبعا الاعداد كتير وكبيره وممكن يسافروا كمان. ما زي ما حضرتك بتقولي الدوافع. احنا ضامنين التاهل من بدري. التاهل وكسبان يعني. التاهل من بدري ده اثر طبعا على الحضور الجماهيري، اثر على اداء اللاعبين داخل الملعب، اثر على الفكر بتاع الكابتن حسام حسن وعلى التشكيل بتاعه واللاعبين واستدعاء اللاعبين، كل حاجه فرقت. لكن لو كنا احنا الموضوع كان غير كده طبعا اكيد. طيب شايف ان عواد كان يستحق، او انا شايف ان هو كان يستحق، شايف ازاي فكره عدم مشاركه عواد اساسيا مع المنتخب؟ عفوا، انا شايف ان كان في بالنسبه لجزئيه عواد وحسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد طبعا، تحس ان في مش عارف يعني، هو مش عارف، هو هل هي متعمده حته الاستهداف لاعبي الزمالك؟ ايه الغرض منها؟ ازاي حسام عبد المجيد لو جينا نبص هنلاقي احنا في المباراه الاولى دخل فينا هدف، والمباراه الثانيه دخل فينا هدف. الهدف اللي دخل فينا في المباراه الثانيه غلطه محمد ربيعه. غلطه محمد ربيعه ازاي واحنا بنعيب على الكابتن حسام حسن، ازاي انا العب باتنين في خط الظهر سرد باكات وحارس مرمى اول مره يلعبوا مع بعض في الوقت اللي بيلعب فيه مصطفى شوبير اول مباراه دوليه ليه مع منتخب مصر. طيب لما نزل حسام عبد المجيد، التنظيم الدفاعي والشكل الدفاعي لمنتخب مصر اختلف تماما. راجل عنده خبرات، تدرج في منتخبات مصر للناشئين، منتخب ناشئين ومنتخب اولمبي، لعب عدد لا باس به كبير جدا، عنده الخبره الافريقيه سواء مع نادي الزمالك في بطولات افريقيا او مع المنتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين. حسام عبد المجيد، نضيف على ذلك حسام عبد المجيد في وجود محمد عواد لو هو اللي واقف في حراسه المرمى، في انسجام وفي ترابط، وهي الكوره بتقول كده، ألف به الكرة، أنا بشوف الكيمياء اللي بيبقوا راكبين مع بعض. أنا بقى دلوقتي كجوميز دلوقتي عندي 2 لعيبة راجعين، بس خلينا كمان نتكلم إنه أكيد عواد، لأن أنا مثلا لو مكان عواد
وشايف نفسي حارس متألق وعامل كل اللي عليا ومكسب فرقتي سوبر أفريقيا والحارس رقم 3 مع المنتخب، دي أكيد حاجة هتأثر عليا نفسيا جدا. فازاي جوميز يتعامل مع نفسية اللعيبة وهي راجعة من المنتخب نفسيا محطمة؟ أكيد طبعا محطمة، وأكيد كمان بعد إصابة محمد شحاتة وتحس إن معسكرات أو معسكر منتخب مصر الأخير ده بالسلب على لاعبي نادي الزمالك. إيه الغرض منها صراحة؟ يعني ما أعرفش إيه الغرض من الكابتن حسام حسن اللي كنا بنشوف إن هو هيغير وهيغير الاستراتيجية، لكن مش عارف ليه تحس إن في استهداف للاعبي نادي الزمالك في المباراتين الأخرى دول بتوع كاب فيردي وبتاع بتسوانا. جوميز عنده مهمة صعبة ألا وهي إن هو إزاي يعامل ويلحق يتعامل نفسيا مع اللعيبة اللي راجعين من منتخب مصر عشان مباراة المصري إن شاء الله ده المصري، وبعد كده عندنا كونفدرالية بلاك بولز بالظبط، وطبعا دي لعيبة وعناصر أساسية. فقدنا طبعا محمد شحاتة من العناصر الأساسية في 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 ظل غياب برضو دونجا، فطبعا عندنا أنا شايف إن هيبقى عندنا مشاكل كبيرة في نص الملعب الفترة اللي جاية. ضاف عليهم إصابة محمد السيد اللي كنا بنأمل طبعا مستقبل النادي والكل بيشيد بيه، إصابته طبعا مع منتخب الشباب 2005 وطبعا إصابة يعني أنا تواصلت يعني وعارف الكلام ده كويس. محمد السيد عنده مشكلة في منشأ العضلة الضمة واللي الناس ممكن ما تعرفوش إن محمد السيد من قبل أول مباراة وهو أصلا مصاب وبيلعب بياخد حقن عشان يقدر يلعب المباريات، فبالتالي جاب السلب على الولد لان طبعا هو عايز يلعب عايز يبقى موجود. احنا بنامل فيه وعشمانين في محمد السيد كتير جدا. محمد السيد لعب كويس طبعا مستقبل نادي الزمالك فاعتقد ان هيكون عندنا اعتقد مشكله كبيره في خط الوسط ماتشات المنتخب وافريقيا، يعني بجد اكدت ان هو لعيب كبير لعيب كبير وامكانياته عاليه وزي ما انا قلت قبل كده مستقبل نادي الزمالك. اللعيبه مع جوميز بيبقى ليها مكان، يعني جوميز من استراتيجيته او من تفكيره انه اثبت نفسك في التدريب، اثبت نفسك في الوديات، انا هديك فرصه لو قدرت ان انت تستغل الفرصه دي هيبقى ليك مكان لا محال. طب انا بتفق معاكي جدا في كلامك لان اللي حصل في فتره التوقف بيؤكد الكلام اللي بتقوليه. عندي سيف فاروق جعفر معروض للبيع، سيف فاروق جعفر مش موجود، سيف فاروق جعفر بيشوفوا له نادي. طب في فترة التوقف اللي حصل سيف فاروق جعفر عاد للحياة، سيف فاروق جعفر بدأ ان يخش، سيف فاروق جعفر تألق بشكل كبير جدا في فترة التوقف فبالتالي سيف فاروق جعفر بقى محطوط دلوقتي في الكادر ان من العناصر المرشحة ان يقدر يسد الفراغ او الغيابات للإصابة في وسط ملعب نادي الزمالك دونجا ومحمد السيد ومحمد شحاتة. فبعتقد ان سيف فاروق جعفر استفاد جدا جوميز من فترة التوقف بانه رجع تاني او رجع تاني سيف فاروق جعفر، فطبعا ده يحسب لمستر جوميز ان هو بيبص وما عندوش مش واخد الموضوع، لا هو راجل بروفيشنال ما بيتعاملش ما فيش عنده موضوع شخصنة نهائي، لا هو راجل بيتعامل على حسب اللي موجود قدام منه. انت بتبذل مجهود في الملعب وانت قد ان انت تكون موجود وتقدر ترتدي تيشيرت نادي الزمالك فانت ليك مكان، وده شيء يحسب طبعا لمستر جوميز. نفس الكلام في الوديه برضو اللي فاتت حسام اشرف، يعني هي كده اللعيب اللي هيثبت نفسه هيبقى ليه مكان فعلا مع الفريق. ناصر منسي اكبر مثال على ذلك. ناصر منسي بعيد جدا مش موجود. ناصر منسي دلوقتي ترتيبه دلوقتي رقم واحد في مهاجمين نادي الزمالك، اللي كان ترتيبه رقم واحد في الناس اللي تمشي. هو يعني هو دلوقتي مع الجزيري، يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مع الجزيري. لا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه هو ناصر منسي هو دلوقتي هو ترتيبه رقم واحد. هو الجزيري لسه راجع من الاصابه، يعني الجزيري لا خلاف عليه. طبعا لا خلاف عليه، لكن في الفتره الحاليه هو ناصر منسي هو متصدر الترند، متصدر كل يوم جمعه، متصدر الترند كل يوم جمعه. يعني كل يوم جمعه مش كويس جدا الفتره دي. واحنا اللي يلزمنا ايا كان اللي بيلعب ان يكون على قدر المسؤوليه، عارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه، تيشيرت نادي الزمالك، ويكون في الملعب راجل. طيب انا دلوقتي الماتش اللي جاي انا عندي ثلاث حراس على اعلى مستوى، ماشي، ومفروض ان انا اكون بتعامل، يعني جوميز انا يعني كل ما ده المفروض ان احنا بنحاول نشيل
يعني المشكلات من على عاتق المدير الفني، لكن دلوقتي اللعيبه راجعه نفسيتها مش افضل حاجه من الـ من الـ من المنتخب. اكيد طبعا. عواد وصبحي ومحمود الشناوي، مين يقود حراسه المرمى في مباراه المصري؟ بلا خلاف محمد عواد من افضل حراس افريقيا طبعا. وجهه نظري محمد عواد هو رقم واحد في مصر، دي حقيقه. فما اعتقدش ان يكون عندي محمد عواد واي حد ايا كان هو ممكن يلعب عليه. انا عندي سؤال مهم جدا، هو المفروض ان اللاعب ايا كان ايه مركزه يعمل ايه تاني؟ يعني مثلا يبقى احسن لاعب في مركزه ايا كان ايه مركزه، يعني يعمل ايه تاني عشان ينضم للمنتخب الوطني؟ وموضوع بس مش ان انا انضميت، يعني اصلا يعني ماشي رحت المنتخب عايز اشارك، يعمل ايه يعني؟ هو المفروض ايه اللي المفروض يعمله تاني؟ بصي انا مش عارف، انا زي ما قلت لحضرتك هو انا حاسس ان انا بتكلم من وجهه نظرك، يعني بنحاول نحلل احنا الموضوع عشان نخلي له تحليل. والله والله بص انا شايف ان ملهاش تحليل غير ان هو تيشيرت نادي الزمالك، حاسس ان هو زي موضوع استهداف، لان هو ما اتعملش الكلام ده مع محمد عواد لوحده. طب ما هو اتعمل مع حسام عبد المجيد، ليه حسام عبد المجيد؟ مع ان هو الاجهز، هو اللي واقف على رجليه، هو اللي عنده الخبره الافريقيه، هو الراجل بيجيد الكرات العاليه، لعب قبل كده بتشارك مع منتخب مصر، لكن انا بلعب لعيبه معلش يعني مصطفى شوبير اول مره، ولا خلاف على قدرات مصطفى شوبير كحارس، لا لا احنا ما بنقصدش طبعا اللعيبه كلها اللي شاركت، كل الاحترام وكل التقدير لاي حد بيلعب باسم منتخبنا الوطني ايا كان انتمائاته. احنا هنا ما بنبصش لانتمائات، احنا هنا بنبص للمنتخب، يعني الموضوع ملوش علاقه يعني. رؤيه فنيه بالظبط له كامل ومطلق الحريه كابتن حسام حسن طبعًا. او اي مدير فني في ان هو يحط التشكيله المناسبه لكل مباراه، لا خلاف عليها، الا ان انا بتكلم عن وجهه نظر الشخصيه، لازم كان محمد عواد هو اللي يبتدي المباراه دي بغض النظر عن اي حسابات. يعني رقم واحد الراجل حقه وحد حق اصيل لي مدير فني احط التشكيل المناسب من وجهه نظري، لان انا في الاخر هحاسبه هو على ده. لكن احنا بنتكلم دلوقتي وبنقول وجهات نظرنا، احنا وجهات نظرنا ان محمد عواد هو الاجهز، محمد عواد هو اللي رجليه في الملعب، محمد عواد الفتره اللي فاتت نقول شايل نادي الزمالك، مؤثر جدا في نادي الزمالك، من اسباب حصول نادي الزمالك على بطوله افريقيا والسوبر الافريقي والسوبر المصري كان الاقرب لولا عدم توفيق في ضربات الجزاء، ماشي كويس جدا في مبارتين في المباراتين قدرنا ان احنا نجمع 6 نقاط. يعني كل المعطيات بتقول محمد عواد هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر. هل لاشتراك مصطفى شوبير حسابات اخرى؟ هل عشان خاطر ترشيحه مصطفى شوبير شايفين او كابتن حسام حسن شايف ان هو المستقبل وهو الواعد؟ بس انا بتكلم على الفتره اللي موجود فيها مصطفى شوبير بقاله فتره كبيره ما لعبش من بعد عوده شناوي لحراسه المرمى بعد الاصابه، ما لعبش غير مباراه واحده اللي هي نهائي السوبر المصري. الحارس المرمى بيقيم يعني بتقيمه على اسمه ولا على حالته؟ لا على حالته في الفتره دي. انا بقيم الكوره بتقول كده. عند الكابتن حسام حسن ما اعرفش، لان عمل قبل كده برضو كان لعيب راجع او حارس راجع عندي من الاصابه واخدته لعبته وراجع من الاصابه، ما كانش بيلعب وكان عليه خلاف كبير جدا في الوقت ده. كان ممكن مصطفى شوبير يشارك، لان مصطفى شوبير كان هو اللي كان شايل النادي الاهلي في بطوله افريقيا ولاعب وكلين شيت وحاجات كتيره جدا، ومن اسباب ترشحه دلوقتي لانه يكون احسن لاعب او احسن حارس في افريقيا في داخل افريقيا. في الوقت ده كان مقبول، لكن دلوقتي وجهه نظري غير مقبول نهائي نهائي ان محمد عواد ما كانش ياخد المباراه باتسوانا الا وان انت كنت عايز تدي لمصطفى شوبير وانت شايف لا سواء هنا في تناقض، انت شايف ان المباراتين انت الدوافع فيها زي ما حضرتك قلتي الدوافع فيها مش كبيره وانا ضامن التاهل، يبقى كنت ادي مباراه لمحمد عواد وادي مباراه لمصطفى شوبير طالما انت حابب ان انت تعمل ده. لكن ايه الغرض من اللي اتعمل ده؟ تحس ان في توجهات عامه لصالح نادي معين، او ممكن الجهاز اخطا في حساباته يعني. اصل احنا هنقول الجهاز ده عدد افراد كبيره كتيره، مش فرد واحد، مش فرد طبعا. فهل القرار بين الدماغ ولا هل القرار بالتشاور بين الجهاز الفني؟ التشاور دايما القرار بيكون التشاور بين الجهاز الفني. فطبعا انا شايف ان لم يحالف التوفيق في الاختيارات وعدم لعب محمد عواد وايضا حسام عبد المجيد.
أكيد الموضوع ده يعني ضروري جدا إن هو يتعالج، ولكن ضروري كمان إن أنت في الزمالك كمان تعالجه، لأن أنت اللعيبة دي هترجع لك لازم تعالجه نفسيا عشان تعرف تاخد من اللعيبة المباريات الجاية. أنت داخل على المباريات قوية، إزاي بقى الزمالك يعمل ده؟ إن هو يعمل عدة جلسات مع اللاعبين في خلال الـ 24 ساعة دول، أأهلهم نفسيا، أطلعهم من الحالة اللي هم كانوا فيها، أرجع لهم ثقتهم في نفسهم تاني، بالاخص محمد عواد، لان حسام عبد المجيد طبعا شارك في المباراه ولازم اهله. واعتقد ان محمد عواد عنده من الخبرات ما تكفي. محمد عواد حارس كبير، خبره كبيره، راجل احترف، فاعتقد ان هو هيتخطى الموضوع ده ومش هتكون مشكله بالنسبه له. هو مش لاعب لسه صغير، عنده من الخبرات ما تكفي ان هو يقدر يتخطى الموقف ده. اتمنى ده. وعواد فعلا زي ما حضرتك ما قلت، يعني هو كمان بمشاركته في ان شاء الله يعني في مباراه المصري إن شاء الله. كمان في الملعب، واثبات فعلا ان هو افضل حارس في طبعا يعني. وبالاخص في مباراه المصري ماشي بشكل كويس جدا من الموسم اللي فات مع الكابتن علي ماهر، ماتش قوي. وبصراحه يعني هم كل الخبراء وكل المحللين ادوا له حقه، لا خلاف يعني على محمد عواد كامكانيات، ولا خلاف ان كان محمد عواد لازم يبتدي مباراه بطوله. الاحق لازم كان الحق. لو رحنا لمباراه الزمالك والمصري ومواجهه الزمالك والمصري، خاصه ان المصري يعني من الفرق الصعبه جدا، عامين بينافس على المربع الذهبي ومدعم صفقات قويه جدا. النادي المصري لا خلاف عليه، زي ما لسه ذاكر دلوقتي، فريق تيم محترم، بيلعبوا كوره جماعيه كويسه جدا، شغالين كويس جدا مع الكابتن علي ماهر. مجلس الاداره موفر لهم وجماهير في ظهرهم بشكل رهيب، لعبوا في برج العرب بعض المباريات، جمهورهم وراهم، شيء يحسب لمجلس الاداره ويحسب للجهاز الفني. في توليفه محترمه من اللاعبين، بيلعبوا بشكل كويس جماعيا وبحماس، فبالتالي هم حاجزين نفسهم مكان في ترتيب الجدول المحترم. المباراه صعبه على الفريقين، ممكن تكون صعوبتها على نادي الزمالك الغيابات، غيابات زيزو، غياب محمد شحاتة، غياب محمد سيد، غياب ولا لاعبين عندهم استعداد ان هم يبعدوا عن منصات التتويج مره تانية، لان طبعا ده سي في ليهم بيبقى محترم. فاعتقد ان الدوافع كبيره جدا عند تيم نادي الزمالك السنه دي او الموسم ده في انه يحقق اكبر قدر ممكن من البطولات، وانه ما يقعش في اي مباراه ولا يضيع اي بونت. وطبعا اكبر مثال على ذلك احنا عدد المباريات اللي لعبناها الموسم ده، شايف ان ماشيين كويس جدا، تحقيق السوبر، مباراتين افريقيا قدرنا ان احنا نفوز بيهم، خساره السوبر المصري ببلنتيات، واديت في السوبر المصري بشكل كويس جدا. 120 دقيقه يعني شيء محترم بجد يحسب. مستر جوميز بيعرف يتعامل مع المباريات، بيقدر ان هو يعدي الازمات، عنده حنكه في اداره المباراه، هيد كوتش محترم جدا جدا بجد. هو مكسب لنادي الزمالك، اتمنى ان الاداره ما تفرطش فيه وتقدر انها توصل معاه تفوق فني في التفاوض التجديد. غير كده ان احنا كل تركيز ان شاء الله الفتره اللي جايه نتخطاها، اللي هي بتاعت اللي احنا اللعيبه راجعه، عندنا اصابات وعندنا لاعبين راجعين نفسيا، نقول مدمرين من ما حدث معاهم في مباراه بوتسوانا وكاب فيردي. خلاص ان شاء الله نتخطى مباراه المصري ونبدا بعد كده نركز في بطوله افريقيا ان شاء الله. افريقيا طبعا واحده من المباريات صعبه، وافريقيا كان كمان ان افريقيا تبقى ان شاء الله عوده معانا للونش واحده واحده، يعني مش اعتقد مش هيبقى ال 90. بصي هو الونش بالفعل بقى جاهز وبقى موجود، لكن انا بحترم ده برضو زي ما بنتكلم على مستر جوميز، بحترم فيه جدا ان هو عايز المره ما يستعجلش رجوع الونش زي ما اتعمل قبل كده وان احنا نخسره تاني. فاعتقد ان هو هيبدا يعمل له عودة تدريجية ومباريات تأهيلية ودية عشان خاطر يجهزه يرجع تاني بشكل كويس وبشكل محترم، عشان احنا ما عادش عندنا استعداد، ولا الونش عاد عنده استعداد ان هو يخسر وجوده داخل الفريق، لانه بقاله فترة كبيرة بعيد. وطبعا الونش مش مكسب لنادي الزمالك بس، الونش مكسب ولمنتخب مصر، سواء الزمالك او منتخب مصر محتاجين الونش. لو عايزك اسالك كمان عن الصفقات الجديده، يعني رايك كيف كونراد وبنتايج وعمر فرج، يعني وكل الصفقات اللي انضمت مؤخرا لنادي الزمالك؟ بصي هو لحد دلوقتي اللي شفناه بشكل اساسي وفترات كبيره هو بنتايج باك ليفت كويس جدا، عنده حافظ مركزه، بيأدي بشكل محترم،
بالرغم من الصعوبات اللي كان قابلها في اول ما جه نادي الزمالك، والجلسات اللي عملها مع مستر جوميز بعد الضجه اللي اتعملت في الاعلام عليه ان هو مش هيلعب بشكل اساسي. الراجل ادى بدايه من مباراه السوبر الافريقي بشكل محترم، وقدر ان هو يحجز مكان اساسي في تيم نادي الزمالك. وعمر فرج او مشلاك ما يعني ما نقدرش نحكم عليهم قوي، لسه ما اخدوش الوقت الكافي عشان خاطر ان احنا نشوفه. ما اعتقد ان مشلاك ممكن يكون ليه فرصه في الفتره الجايه لو مستر جوميز، واعتقد ان هو بيفكر في ده في ظل غياب زيزو ان يوديه ناحيه اليمين، لان هو طلب انه يلعب ناحيه اليمين. وده اللي انا عايز اقوله للناس، يعني نستنى على مشلاك لان هو اللي طلب، يعني هو طلب من مستر جوميز ان هو يلعب ناحيه اليمين، وان هو شايف انه اداؤه هيبقى افضل ناحيه الجناح ايمن. يعني بصي، الفكره ان مشلاك قبل ما يجي السعوديه كان بيلعب ناحيه اليمين، ما كانش احسن حاجه، المعدل التهديفي بتاعه ما كانش كبير. هو الانطلاقه الحقيقيه واللي بشكل كويس وشكل محترم لما راح الدوري السعودي، فالدوري السعودي جابوه من ناحيه اليمين لعب ناحيه الشمال، ادى فيها بشكل كبير جدا، بيروح على الجون بسرعه، لكن لحد دلوقتي هو بعتقد ان هو لسه ما قدمش اوراق اعتماده مشلاك ولا عمر فرج. والغيابات اللي بتحصل دي اعتقد مشلاك ممكن يبقى محتاج كمان اكتر يعني انسجام لسه مع الفرقه، يعني هو ربي لسه ما انسجمش، فرق اللغه وفرق فرق اللغه وفرق المناخ وفرق حاجات كتيره. عشان كده بقول لحضرتك ان بين تايك اخد وقت كبير واخد مساحه، من اول السوبر الافريقي انطلق انطلق هو راجل حط رجله. خلينا برضو نقول يعني. خلينا برضو نقول ان الظروف خدمته، كان فتره غياب فتوح وده اللي جاي. يعني انا اعتقد ان بشفق على مستر جوميز، لان بن تايك بالرغم من امكانياته الكبيره جدا الا ان عنده مشكله. الا وهي ايه؟ بن تايك عنده دي حته فنيه شويه. حلو. بن تايك عنده الاندفاع عالي جدا. تسبب في ضرب في ركلتين جزاء علينا، وفي المباراه اللي فاتت كان هيتسبب في ركله جزاء. هو بيخش مندفع. وده ما ينفعش مع راجل بيلعب باك ليفت. باك عامة، سواء باك رايت باك ليفت سيد باك، ما ينفعش حد ينفع، لازم انا بشتغل بعيني على الكوره، ما بخشش. ممكن طبيعه الدوري الفرنسي اللي هو جاي منه. بص حضرتك، انا يعني بعتقد ان الفترات اللي جايه بعد عوده فتوح اكتر، يعني بعد عوده فتوح الوضع هيختلف. الا ان بالرغم من ان فتوح بدا يشتغل في الحته بتاعت رقم 8 بالظبط، ودي مش اول مره على فكره مع مستر جوميز بيفكر يغير مركز فتوح. بص، مش اول مره فتوح يلعب 8. فتوح مع اوسيريو كان بيلعب 8. لعبوا كتير 8 واجاد فيها لان هو كورته عاليه. ما دي الحاجه انا بقول عليها، انه مع في ظل وجود بن تايك ووجود فتوح، هو كده كده فتوح مش هيقعد دك ابدا، لا فتوح كده كده لازم يشارك، يعني فتوح يقدر يجيد في اكتر من مركز. يعني هي مساله وقت. مساله وقت. فتوح بالرغم من امكانياته العاليه واللي بيأدي فيها بشكل كويس في 8، لان فتوح امكانياته اكبر طبعا بكتير جدا في الباك ليفت. شيكابالا قبل كده قال عليه، قال فتوح ده لو فايق يكسب الفرقه كلها لو مركز بجد. قال لا، هو شيكابالا قال الجمله دي كده، هو قال فتوح ده لما بيفوق بس ممكن يكسب الفرقه دي كلها. فتوح ده كوره ممتعه، الكوره تحت رجله حلوه، شكلها حلو، عنده الكنترول بتاع في الكوره كويس، هو وناصر ماهر وكم لعيب كده. لا لعبته كورتهم، عارف انت الكره بتاعت الشارع الجميله دي الممتعه دي بتاعت الدورات الرمضانيه، فتوح عظيمه. فتوح وانا بقول لحضرتك اهو، مساله وقت. فتوح هو باك ليفت نادي الزمالك، واعتقد ان عشان حته الاندفاع اللي موجوده على عند بين تايك، وهو لعبها على فكره، هو اللي يلعب من قدام، وفتوح هو الباك ليفت، لان فتوح عنده الدفاعيه كويسه جدا، بيعمل الزياده بشكل محترم، خبراته عاليه طبعا، انسجامه اعلى، اوفراته مظبوطه، فبيتمتع بقدرات في الباك ليفت تخدم نادي الزمالك اكتر من وجوده في مركز 8. بالظبط. هروح معاك دلوقتي يا كابتن صابر لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف جماهيرنا قالت ايه. لاستكمال الانتصارات، وجه رسالتك للاعبي نادي الزمالك قبل مواجهه المصري في الدوري. علي عمر، مساء الخير، اتمنى نفضل ماشيين بنفس الروح والحب اللي موجوده دلوقتي في الفريق، وبعد كده اي حاجه امرها سهل، هنقدر نكسب اي حد يواجهنا وناخد اي بطوله مهما كانت صعبه ومهما كانت الظروف، وبالتوفيق للابطال، وان شاء الله المكسب من نصيبنا، وبالتوفيق ليكم دايما ودايما متالقين كالعاده. شكرا يا علي.
سامح عزت، مساء ابيض وجميل بلون تي شيرت اعظم نادي في مصر. رسالتي للاعبي الزمالك، ان شاء الله عاوزين المكسب في مباراه المصري ونوصل لنقطه 9 وتستمر سلسله الانتصارات لضمان الروح الموجوده بين اللاعبين، وان شاء الله نعمل ماتش كويس ونكسب المصري ويكون موسم جميل ورائع يتوج فيه الزمالك بكل البطولات المحليه والافريقيه. عاش الزمالك وجمهوره العظيم، اكبر قلعه رياضيه في مصر وافريقيا. شكرا يا سامح. ابو رامز، مساء الخير عليك يا استاذ سامح. مساء الخير عليك يا ابو رامز. رسالتي للعيبه الزمالك انهم يركزوا ويجتهدوا، لان مواجهه المصري صعبه، خصوصا ان المباراه هتكون خارج الارض، بس ان شاء الله الزمالك يتخطى المباراه دي بالانتصار وحصد الثلاث نقاط وتصدر جدول الترتيب. وكل التوفيق والدعم ليكم يا ابطال، وان شاء الله الدوري زملكاوي. مع خالص تحياتي لجميع العاملين بقناة نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر. يوسف عاشور، مساء الخير عليكم. رسالتي للعيبة الزمالك انهم يفضلوا على نفس الروح والمعنويات العالية، وإن شاء الله نكسب أي حد، وبالتوفيق وكل الدعم للزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر. وأشكر حضراتكم دائما وأبدا على التواصل معنا. كابتن صبر كنت منورنا، وما تنساش تواصل سلامنا لكابتن عمر. يوصل، ميرسي جدا، وأنا كنت سعيد بوجودي معاك النهارده. أنا أسعد. ومع كل مجموعة العمل. شكرا. وببقى أسعد حد في الدنيا بكون موجود في بيتنا إن شاء الله. إحنا اللي بنبقى أسعد، ودايما توصل سلامنا لكابتن عمرو زكي، إن إحنا دايما فاكرينه ودايما هنفضل فاكرين. ميرسي جدا، ميرسي جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكر حضراتكم دائما وأبدا على طيب المتابعة. أشوفكم بكرة يا رب على خير في حلقة جديدة من برنامجكم أخبرنا.